اهلا وسهلا بكم من جديد. 7:41 دقيقه على كاب فيم. شكرا لاختياركم موجتنا. اليوم في الحكايه وما فيها باش نحكيوا على خدمه، وشكون فيكم يعرف معنى خدمه المحتسب في مصر؟ يا سيدي الحكايه وما فيها انه خدمه المحتسب في مصر هي شخص تعينه الدوله لمراقبه الاسعار في السوق، ومن اشهرهم واللي دخل التاريخ مصطفى كاشف الكردي. السيد هذا تم تعيينه بعد ما السكان اشتكوا برشا من استغلال التجار في عهد محمد علي باشا، لكن مصطفى الكاشف ما كانش كيما اي محتسب في وقتها، كان عنيف برشا وكان يعاقب اي تاجر غشاش بانه يقطع تريف من وضنه، وكان نشيط برشا كل يوم يهبط للسوق ومعاه الشرطة ويسأل البياعين والناس اللي في السوق على الأسعار ومنين شراوهم. الكردي هذا ما كانش يعمل أحساب لحتى حد ولا يهمه هل التاجر من كبار التجار وإلا تاجر عادي وإلا من أعوان البلاد، هذا كل ما كانش يهمه. أبسط ما كان يعمله هو أنه يطبق القانون على الجميع، ومن شدة إخلاصه للعمل متاعه كان يراقب في الأسعار ليل ونهار، وكما نقولوا احنا بالعامية التونسية متاعنا وين ما يتيح الليل يبات، ديما في يديه زربية صغيرة وكيف يتعب يرقد على بلاصته وما يهمش نهار وإلا ليل. وإذا أهم أنه إذا علم أنه ما كانش يراقب تجار السوق فقط وإنما كان يراقب تجار الجملة، وكان هو اللي حدد الأسعار المناسبة للطرفين للجملة اقبل للتجار اللي بالتفصيل. في كتاب عجائب الأثار والتراجم والأخبار يقول الكاتب أنه مرة جاء مواطن للكردي وقال أنه جزار غشه في الميزان. بالطبيعة كنا نجم نتوقع ردة فعل الكردي، تغشش ومشاله، وبطريقته عرف انه جزار فعلا يغش في الميزان. والقرار اللي خذاه كان صعيب برشا، هو انه يقطع قدر الميزان الناقص من جسم البائع بيده، وهكا يكون عبرة لمن يعتبر. ويقول البعض في الكتابات اللي طلعت عليها انه هذا ابسط حاجة يجم يعملها، وما كان حتى حد يفلت من الكشف ومن عقابه. سامحوني، هو واحد برك بائع بطيخ رجل كبير قابل مرة في الشارع الكاشف وسأله على سعر البطيخ، فالتاجر قعد يشاور له على وضنه. الكردي لهنا تغشش وبدأ يعيط، فالتاجر الكبير قال له أقطع وضني وخلصني، كان قتلك بعشرة باش تقطعها وكان قتلك بنصف الثمن كيف كيف مش تقطعها، فأقطعها وخلصني. فلأول مرة الكاشف يضحك ويخليه يكمل طريقه من غير ما يعاقبه ولا يركز برشا في الأسعار اللي قاعد يبيع بها السيد هذايا. هذه هي الحكاية وما فيها لليوم. هذه لو كان لحنا اليوم في الحكاية وما فيها بعدنا شوية على أننا نحكيه على أغنية ونحكيه على حكاية الأغنية وأصلها وعليش الفنان هذاك غناها، واخترت أني نحكي لكم على الحكاية هذية بعد ما شفتها على مواقع التواصل. دونك أنا حسب رأيي أنه اليوم نحن في حاجة الكاشفين برشا والمحتسبين من النوع هذايا اللي يراقبوا الناس الكل واللي يعدلوا ما بين الناس. وانتم شنو رأيكم؟ خليونا رأيكم على الباج فيسبوك غاديو كاب اف ام. شكرا لكم على الاستماع. شوية آخر تدخل معنا دكتورة أحلام باش نحكيوا على الوقاية من سوء أطباق الأسنان، أطباق الأسنان عند الأطفال. خليكم في الاستماع، ترتيحة صغيرة وراجعين.